ممتاز جدا، انت الان صرت تقدر تسوي فيديو للعبة اللي حتصممها، سواء للموبايل للكمبيوتر، كل اشي على الانريل انجن تقدر تسوي بالطريقة هاي. الان انا هاي الدورة انتهت، مع انها دورة قصيرة وصغيرة، لكن في دورات ان شاء الله الثانية على اليوتيوب بنزلها. في نفس الوقت بحب اقول لك انك تعال وانضم لموقع arabgamedev.com، راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. مسوي دورات هناك مكثفة بتخليك تطلع from zero to hero، يعني من صفر، مش بس مجرد تأخذ معلومات، لا بتسوي لعبة كاملة وبتطلع فيها، وممكن تنشرها على ستيم، على أبل، على الأندرويد، برجع لك أنت وين بتحب تنشرها. فانضم لدورة المدينة المحتلة، دورة تصميم ثلاث ألعاب، راح تلاقي في فرق مرعب بين الفيديوهات اللي بتشوفها على اليوتيوب اللي بيعلمك أشياء صغيرة، وبين إنك تأخذ دورة كاملة من الصفر تتحول لشخص سوى لعبة كاملة مكمل. طيب هيك بقول لك في أمان الله، مع السلامة، بشوفكم دورات مرة ثانية إن شاء الله. يلا مع السلامة، باي باي.